هيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يلقيها على مسامعكم السيد العميد الأستاذ فاضل حسن فليتفضل مشكورا. أيها السادة الحضور، ترحب بكم بلدية درج وفي مدينة درج بالتحديد لافتتاح المعرض معرض التمور والإنتاج الزراعي والمنتجات المصاحبة في نسخته الثالثة. يأتي هذا المعرض تشجيعا للمزارعين ودعمهم ومساعدتهم للتسويق والدعاية لمنتجاتهم الزراعية والصناعية. اسم محمد عبد القادر العمياني، احد الفلاحين بدرج. نلتقي اليوم في هذا المعرض الدورة الثالثة للتمور في مدينة درج. نرحب بضيوفنا الكرام، نرحب بالجهات الداعمة ونحييهم على هذا المجهود. وانا فلاح انواع التمور لنعرضها هذا اليوم، هي الدقلة، دقلة نور والتسوين، وهي من اجود الانواع بالمنطقة الى جانب النضغيوة وهي اصيل المنطقة ومعظم نخيل المنطقة يحتوي على هذه النخلة. لو تحدث عن الاحتفال الافتتاح يعني من حضر فيه؟ هذا الافتتاح شرفنا عميد البلدية ووكيل وزارة الزراعة والاقتصاد، ونطالب دعم الجهات المعنية ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي بالذات والحيواني أيضا، ونتمنى زيادة دعم النشاط الحرفي لأنه دعامة للاقتصاد الوطني وزيادة تحسين المستوى الأسرة المنتجة ودعمها. ونتمنى أن يروا الجهات المعنية بحاجة المنطقة إلى الآبار والمياه. عبد الله صالح، زائر للمعرض درج الثالث ان شاء الله. انطباعاتك عن المعرض؟ والله المعرض جميل جدا وممتاز، ويمثل حقيقه نقله نوعيه في المعارض خاصه في ارض ليبيا. المعرض طبعا فيه العديد من التمور وعديد من المنتجات، ويمثل الثروه الحقيقيه للبلاد في هذه المنطقه النائيه حقيقة في الحدود الليبية التونسية والقريبة أيضا من الحدود الجزائرية. هنا في مدينة درج للمرة الثالثة يقام هذا المعرض تحت رعاية المجلس البلدي ومصنع الحديد والصلب وشركة الحديد والصلب الليبية، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. الأول يعني كان تنظيم ممتاز من الإخوة في مدينة درج، نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله نشوف المعارض هذه في في اماكن اخرى، وايضا حتى في اماكن دوليه، مثلا مشاركات دوليه في منطقه الخليج او منطقه المغرب العربي، اكيد حتكون مشاركه ليبيا لها قيمه مميزه باذن الله. اللي هو معرض درج للتمور والمنتج والإنتاج الزراعي
والمنتجات المصاحبة، كذلك يعتبر هذا أصالة يعبر عن الأصالة التاريخية والعريقة لهذه المنطقة. لا شك أن هذا إقامة مثل هذه المعارض لها الدور الكبير في دعم الاقتصاد، وتعتبر رافد من الروافد التنمية الاقتصادية. يعتبر هذا المعرض يمثل المنتج المحلي الذي له دور كبير. نلاحظ التعدد والتنوع في المنتجات المحلية، من تمور، من منتجات مصاحبة للنخيل، وهذا يدل على أن إمكانية الاستفادة من النخيل، هذه الشجرة المباركة، استفادة الداعمة بشكل كبير للاقتصاد الوطني. شيخ درج رحمه الله، هذا صاحب البيت، طبعا هذا كان صاحب البيت ومؤسس فرقة الفنون الشعبية بدرج، وهذا البيت الأثري اللي كل هالمقتنيات وهالمعدات كلها بمشهدات. غالية شوية صح، لكن